استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، يتقدمهم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني وفي تقديم نماذج مشرقة للبذل والعطاء في بناء الوطن وترسيخ أسس نهضته وتقدمه، وخص سموه في هذا الصدد بالثناء على الجهود الخيرة لسمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة في الشأن الوطني وما يمثله من قيمة وطنية عالية ومرجعا للتاريخ البحريني والعربي والإسلامي. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث أعرب سموه في هذا الصدد عن الاعتزاز بالنجاحات التي يحققها الاقتصاد البحريني على الرغم من التحديات التي تواجهه باعتباره جزءا من الاقتصاد العالمي، منوها سموه بالنتائج المالية الطيبة التي حققتها المؤسسات المالية والمصرفية هذا العام والتي تعكس بصورة واضحة نجاح الحكومة في جعل البيئة الاقتصادية قادرة على خلق أجواء النمو والتطور في مختلف الظروف. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد بالإدارة الموفقة للمؤسسات المالية والمصرفية في البحرين والتي تعكس قدرة أبناء البحرين وما يتمتعون به من سمعة طيبة شكلت أحد عناصر الجذب في هذا القطاع. وقد رفع ممثلو القطاعات المالية والمصرفية الذين تشرفوا بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء شكرهم وتقديرهم لسموه على ما يحيط به القطاع الاقتصادي من دعم وإسناد عزز من قدرته على التكيف مع مختلف التطورات الاقتصادية العالمية، وهو السر وراء النتائج الطيبة التي حققتها المؤسسات المالية في البحرين هذا العام، مشيدين بسياسة الحكومة وبرامجها الناجحة التي أدت إلى الوصول للاستقرار الاقتصادي في البحرين في ظل أوضاع عالمية أمنية واقتصادية غير مستقرة.